إذا أردت أن تشاهد فيلم في أحد دور سينما AMC فإنك لن تحتاج أن تغادر السعودية لتحقيق ذلك، ففي خلال أسبوعين تفتح AMC أول دار سينما لها في الرياض. وسيشكل ذلك العودة الأولى لدور السينما في المملكة منذ 35 عاماً، ومن المنتظر أن تفتح AMC التي تمتلك أكبر سلسلة لتشغيل دور السينما في الولايات المتحدة، نحو 350 دار عرض سينمائي في المملكة تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030. وكان معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة AMC آدم إيرن، منح الشركة أول ترخيص لتشغيل دار عرض سينمائي بالتعاون مع شركة الترفيه التابع لصندوق الاستثمارات العامة. وأوضح الدكتور عواد العواد أن منح الترخيص لشركة AMC سيتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي، لافتاً إلى كبر السوق السعودي، وخاصة أن الشباب السعودي تحت عمر 30 يشكل نصف السكان، وهم يتطلعون لريادة دور السينما في بلادهم. وتحول هذه الأنباء أحلام شريحة كبيرة من الطلاب السعوديين الذين يدرسون الإنتاج السينمائي في لوس أنجلوس إلى حقيقة ما كانوا يتوقعون حدوثها. الآن احنا سمحنا في دور العرض، باقي صناعة السينما. الآن صناعة السينما تحتاج كادر، تحتاج ناس موهوبة سعوديين يطلعون القصة السعودية ويروونها بلسانهم، وهذا اللي بيصير إن شاء الله، وهذه الشغلات اللي راح نشوفها في الأيام القادمة بإذن الله. الموضوع كله يحتاج لوقت. باي 2030 السعودية بتكون ذا ليد، ولا خلينا نقول السعودية راح تكون من أقوى الدول اقتصاديا في العالم. فخورة أنه بإذن الله في عندنا فرصة كبيرة أنه إحنا نكون يونيفرسال، صوتنا، القصص اللي إحنا نبغى نقولها، الأشياء اللي إحنا كثير كثير كبتناها جواتنا ونبغى نقولها، جاء الوقت وجاء المنبر اللي فعلا بنطلع فيه أصواتنا وكل القصص اللي إحنا نبغى نقولها. وفي سابقة فريدة أسس الطلاب السعوديون أول مهرجان للشباب السعودي للأفلام تحت رعاية جامعة نيويورك فيلم أكاديمي في عامي 2016 و2017. تخرج من جامعتنا حوالي 300 طالب سعودي، والكثير منهم يعملون في الشرق الأوسط وعالميا، يعملون على أفلام مختلفة لمشاهدين من كافة الثقافات. نأمل أن تعرض تلك الأفلام في دور العرض الجديدة، لأن معظم الطلاب تخرجوا كممثلين ومخرجين وسينمائيين ومنتجين لأفلام الرسوم المتحركة ومصورين، وذلك سيساعدهم لتمثيل كل جوانب صناعة السينما في السعودية. وتثبت رؤية 2030 أنها بحق لمست نبض الشباب السعودي المهتم بالسينما وحولت أحلامهم إلى حقيقة، فالآن سيجدون دور العرض لنشر أعمالهم وجهات سعودية رسمية تدعم أعمالهم وطموحاتهم الفنية لتحويل القصة السعودية إلى قصة عالمية. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا، سان فرانسيسكو.